أعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم يا شباب، وحلقة جديدة وبرنامجنا المفضل لدينا جميعا في بيتنا مدرسة. أهلا حبايبي أبنائي أبناء التعليم الفني الصناعي تخصص تشغيل المعادي، أهلا بكم وسنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله، وأشوفكم بإذن الله في نهاية هذا العام من المتفوقين وأوائل الجمهورية بإذن الله. النهاردة حبايبي إن شاء الله إحنا هنتكلم مع بعض عن إيه هي مادة سي إن سي، هو إحنا إن شاء الله في العام الدراسي الجديد هندرس فيها إيه، المادة بتاعتنا ديت هتنفعنا في السوق بإيه، مدى أهمية المادة بتاعتنا بالصناعة وبرجال الصناعة وبالاستثمار في الصناعة والمنافسة العالمية والمنافسة الدولية بالنسبة لتخصص الإنتاج. اولا احنا هنبدا مع بعض هنتعرف مادتنا عباره عن ايه وهندرس فيها ايه، وبعد ما نتعرف احنا هندرس ايه هبدا اكلمك ازاي تبدا تشتغل على نفسك علشان تبقى مناسب لسوق العمل. اولا ماده سي ان سي انت بتدرسها ماده هي في السوق صناعه، يعني انا دلوقتي بقى عندي في السوق حديثا فني يسمى فني سي ان سي، تمام يا شباب؟ يعني الماده دي ما اصبحتش جزء من محتوى علمي، لا دي بقت مهنه قائمه على المحتوى العلمي ده. فانا عايزه اقولك ان الماده اللي انت بتدرسها ديت ماده قويه جدا جدا في السوق. احنا نزلنا في السوق واتكلمنا مع رجال صناعة كتير جدا وعرفنا ان السي ان سي دلوقتي في المصانع بيمثل 60% من الصناعة، 60% من الصناعات بتاعتنا معتمدة في الانتاج على ماكينات السي ان سي. معنى ان 60% من الصناعة او من المصنوعات اللي بتنتج على الماكينات بتعتمد على السي ان سي، اذا دي ماده هامه جدا 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 بالنسبه لي. انا مش بتكلم كده عشان دي ماده انا هدرسها لك، فعلا السوق حاليا بقى المجال ده فيه يعني بيغزو باقصى سرعه الصناعه، لذلك انا بقول لك ده فرصه في ايديك. الماده دي ما تاخدهاش ماده تعليميه تمتحن فيها وخلاص، لو شاطر فعلا استثمر نفسك في المادة دهيت. بمعنى انا هديك في المحتوى العلمي بتاعنا جزء من المعلومات، وعشان كده بقولك استثمر نفسك. ليه؟ لان انت مش هتاخد كل المعلومات اللي محتاجها سوق العمل في المادة دي، فلازم تبقى عامل حسابك ان انت تستثمر في نفسك. ازاي؟ اشوف السوق محتاج ايه عشان لما اخرج مع الدراسة بتاعتي للمادة دي اقدر فعلا اواكب احتياجات سوق العمل في مجال السي ان سي. طيب اشتغل على نفسي ازاي بقى؟ اولا احنا هنتعرف يعني ايه سي ان سي. سي ان سي ده بيحتاج مبرمج، يعني واحد بيفهم او له علاقة معاه بيزك في البرمجة، تمام؟ طيب هو انتوا يا ميس بقى في المادة العلمية دي في المدارس هتدونا البرمجة؟ هنديك البيزك بتاع البرمجة. طيب هو انا بالبيزك ده بقى اقدر انزل السوق واشتغل؟ هتشتغل، بس مش هتبقى راجل بكفاءة عالية الا لو انت بدأت تاخد دورات اكثر في نظام البرمجة. طيب هل نظام البرمجة فقط هو اللي هيكفيني عشان ابقى راجل ماهر وجدير بفني سي ان سي في السوق؟ لا، لازم يبقى انت برضك فاهم بعض برامج الكاد. طب هو يعني ايه يا ميس بقى انتوا بتقولوا لنا كاد وبتقولوا لنا برامج رسم وبتقولوا لنا كام وبتقولوا لنا سي ان سي؟ احنا عايزين نتعرف الاول على يعني ايه كلمة سي ان سي. سي ان سي يا ولاد هي عبارة عن ثلاث حروف
اختصارا لثلاث كلمات. السي هي عبارة عن اختصار لكلمة كمبيوتر، والان اختصار لكلمة نيوميريكال، والسي الاخرى هي اختصار لكلمة كنترول. لما اجي انطق الجملة على بعضيها هقول كمبيوتر نيوميريكال كنترول. يعني ايه بقى كمبيوتر نيوميريكال كنترول؟ يعني انا دلوقتي بقيت اتحكم في الماكينة عن طريق جهاز الحاسب الآلي. الله، احنا بدأنا دلوقتي ننور ونفهم يعني ايه سي ان سي. يعني احنا يا ميس مش هنشتغل بايدينا على المكنة، وجهاز الكمبيوتر هو اللي هيتحكم في المكنة ديت. ايوة فعلا هو ده اللي هيحصل. طيب احنا وظيفتنا ايه؟ وظيفتنا ان احنا نعمل برنامج، والبرنامج بتاعنا ده نبقى فاهمين التسلسل المنطقي لتنفيذ المنتج كويس جدا من خلال قراءتي للرسمة اللي انا عايز انفذها، وبناء على القراءة الصح للرسم ابدأ اعرف التسلسل التشغيلي لخطوات تنفيذ المنتج، وابدأ احول خطوات تنفيذ المنتج دي يا ولاد الى خطوات برنامج. الى خطوات ايه؟ برنامج. حلو قوي يا ميس. طب البرنامج اللي احنا هنكتبه ده احنا هنحتاج فيه ايه؟ هنحتاج فيه بعض الاكواد هنتعلمها مع بعضينا علشان خاطر نقدر في النهاية نعمل برنامج. البرنامج ده هيدخل لجهاز الحاسب الآلي، جهاز الحاسب الآلي هيبدأ يصدره للماكينة، الماكينة هتبدأ تاخد خطوات البرنامج بتاعي وتبدأ تنفذ بيها المنتج. ايه الجمال ده؟ ايه المادة الشيقة دي؟ يعني معنى كده انا لما هخرج فني لسوق العمل انا مش هبقى صنايعي، انا مش هبقى بشيل وحط، لا ده انا راجل مبرمج، راجل ليا كياني. يعني ابقى قاعد في قسم البرمجة في المصنع، قسم نضيف جدا، مهنة نضيفة قوي، بس محتاجة ان انت تتأسس صح جدا. اتأسس في الاول رسم وقراءة رسومات. طب وبعد ما تأسس رسم وقراءة رسومات ابدأ ارسم باستخدام برامج الحاسب الآلي. يعني في الأول يا ميس احنا هنتأسس بالرسم التقليدي المانيوال، اوكي تمام. طب وبعد كده هنبدأ نشتغل على الرسم بالحاسب الايه؟ الآلي. طيب واحنا يا ميس دلوقتي اي برنامج ممكن نشتغل عليه رسم؟ السوق محتاج السوليد وورك. في عندي برامج الان اكس اكبر واعلى في المادة او في الاحترافية بتاعته من السوليد وورك، بس انا لما نزلت السوق وشفت الشغل الشائع في السوق لقيت ان برنامج سوليد وورك هو السوليد وورك هو اللي منتشر جدا جدا في السوق، بالرغم ان انا كنت افضل الان اكس. محتاجين يا اولاد ان انتوا تتعرف على برامج الرسم باحترافية، لان برنامج الرسم لو انت ما اشتغلتش على نفسك وعرفت ترسم بالحاسب الالي مش هتعرف تصدر منتجات لمكنة السي ان سي، ومش هيبقى ليك فرصة كبيرة في سوق العمل. انا بكلم ولادي فلازم نفهم كويس جدا الكلام اللي انا بقوله ده. انا مدرسة وبقالي فترة كبيرة جدا في التربية والتعليم بدرس سي ان سي، ما زلت لحد الان بنزل اشوف السوق في ايه في المكان ده عشان اعرف انقله للمؤسسة التعليمية والمحتوى العلمي اللي احنا بندرسه. انت بقى هتشتغل لازم تفهم كويس جدا السوق محتاجك تشتغل في ايه. انا مش بتعلم في المادة دي لمجرد ان انا اخلص وامتحن فيها. مادة السي ان سي فرصة بالنسبة لك، مش مادة تعليمية هدفها الامتحان فقط. المادة دي قائم عليها مصانع حاليا، ركز في اللي انا بقوله، المادة قائم عليها صناعة
وقائم عليها مصانع كتير جدا. السي ان سي يا اولاد اصبح بيخدم يعني مهن او وظائف كتير جدا. يعني لقيت لما نزلت السوق بتاع العمل لقيت ان انا عندي فني قوالب واسطمبات سي ان سي، لقيت ان انا عندي فني مكابس سي ان سي، لقيت ان انا عندي فني ووتر جيت سي ان سي، لقيت ان انا عندي فني اسمه واير كات سي ان سي، لقيت ان انا عندي فني ميلينج سي ان سي، تيرنينج سي ان سي. ايه ده؟ ده انتوا محتاجين كام فني في السوق عشان الماده ديت؟ انت عندك السي ان سي ماله منتشر قوي كده ليه؟ قالوا لي الصناعه دلوقتي كلها في الانتاج وفن تشغيل المعادن بقينا بنحتاجه، لازم يكون بيفهم يشغل ويبرمج مكن السي ان سي. تمام يا حبايبي؟ ليه انا بتكلم مع اولادي دلوقتي في الكلام ده؟ عشان تفهم اهمية المادة اللي انت هتدرسها. احنا هنعرض مع بعض دلوقتي بعض الموضوعات الرئيسية للمنهج بتاعنا، هندرس فيه ايه، وبعد ما هنخلص هنبدأ نعرض بعض الماكينات لمكن السي ان سي اللي موجود في الصناعة، والمكن ده بيشتغل ازاي واهميته ايه، والمكن ده هو عبارة عن ايه، هي الجزئية اللي انا بحتاجه فيها في السي ان سي في السوق. ليه؟ لان انا قلت لك دلوقتي مجالات السي ان سي متعددة، عندي تشكيل بالسي ان سي وعندي تشغيل بالسي ان سي. المكن اللي احنا هنعرضه عليكم النهاردة هو يخص قسم تشغيل المعاد. تمام؟ يبقى انا دلوقتي هبدأ اعرض معاكم المنهج بتاعنا، احنا هندرس فيه ايه، والمنهج بتاعنا هيقف لحد فين، والسوق محتاج بعد كده مننا نكمل فيه ايه. تمام يا اولاد؟ تمام يا حبايب. نبدأ مع بعض كده بقى نبص على شاشتنا الجميلة تعرض لنا يعني ايه سي ان سي، ونبدأ نشتغل في الاجزاء بتاعة المنهج بتاعنا. طيب، هو هنا الشاشة بتقول لنا يعني ايه سي ان سي، هو ثلاث حروف اختصارا لثلاث كلمات وهي الكمبيوتر نيوميريكال كنترول. طيب، ماذا يقصد بمفهوم السي ان سي؟ احنا قلنا ان المفهوم دوت هو عبارة عن مفهوم تطبيق لأحد الطرق اللي من خلالها أبدأ أشغل المكن بتاعي بطريقة آلية، يعني عن طريق البرنامج ده ممكن أقدر أشغل المكن بتاعي بطريقة آلية، ما يبقاش داخل في تشغيل الماكينة يد العامل. يعني أنا دلوقتي هشيل إيد العامل، وبدل إيد العامل اللي كانت بتشغل المكنة وبتنتج هيبقى في برنامج، البرنامج ده هو اللي هيشغل الماكينة بتاعتي وهو اللي هيخلي الماكينة بتاعتي تنتج. طيب، البرنامج ده اسمه ايه؟ اسمه برنامج السي ان سي، هو اللي بيفهم اكواد السي ان سي وهو اللي بيترجم للمكنة اكواد السي ان سي دي لحركات تشغيلية تبدأ المكنة تفهمها وتبدأ من خلالها تنتج المنتج بتاعي. طيب، جميل قوي. هو المكن ده اجزاؤه ايه؟ اللي احنا بنعرضه عليك ده دلوقتي ده مش اجزاء المكن اللي موجود في السوق، بس هو ده اللي موجود عندك في المنهج كنحية مبسطة لاجزاء ماكينات السي ان سي. انما انا بعد ما هعرض الكلام ده ان شاء الله هعرفك بفيديو يوريك المكن الفعلي في السوق شكله ايه. احنا كنا بنقول ان المكن بتاعنا هو بيتكون من ثلاث اجزاء، الماكينة وهي التي تقوم بعمليات التشغيل، كمان وحدة التحكم وهي اللي بتبقى مسؤولة يا أولاد عن حركة المواتير في المكنة، وده كده هنعرضه بالتفصيل بإذن الله في المادة العلمية. الكمبيوتر، وده هو اللي بيبقى مسؤول على إن أنا أكتب البرنامج جواه وأبدأ أصدره للمكنة عشان المكنة تبدأ تحول البرنامج لعمليات تنفيذية داخل المنتج تنفذ المنتج بتاعي. طيب، بيقول لي هو إحنا عايزين لمحة تاريخية كده عن مكن السي ان سي دوت كان ايه، وبدايته كانت ايه معانا، واحنا وصلنا فيه دلوقتي لايه. حلو قوي الكلام ده، جميل قوي. بص يا ولاد، احنا فكره مكن السي ان سي ده بدات معانا من بعد الحرب العالميه الثانيه، كانوا بيبصوا يلاقوا احنا الطيارات بتاعتنا عايزه تتطور،
الصناعه بتاعتنا عايزه تتطور. طب انا علشان اطور يبقى انا لازم اطور المكن اللي عندي اصلا عشان يبدا ينتج لي منتجات اكثر تعقيدا، وبالتالي الاكثر تعقيدا دي هتديني وظائف متعدده. لما اركبها في طياره، الطياره التكنولوجيا بتاعتها هتزيد. لما اركبها في موتور، الموتور التكنولوجيا بتاعته هتزيد. لما احرك بها عربيه، التكنولوجيا بتاعت العربيه بتاعتي هتزيد. يبقى اذا انا حبيت اعمل طفره صناعيه، لذلك قلت بدايتي من مكن الانتاج. من مكن ايه؟ الانتاج. طيب مكن الانتاج عندي بدا بحاجه اسمها الشريط المثقب. كانوا زمان جدا ساعه بعد الحرب العالميه الثانيه ديت قال لك احنا هنشغل المكن ده بحاجه اسمها الشرائط المثقبه. يعني ايه؟ يعني انا عندي المكنه مسكت الاليه بتاعتها بتاعت حركه العده وحطيت لها زي شريط كده. الشريط ده هيشتغل عن طريق ايه؟ نبضات ضوئيه وشرائح مغناطيسيه كده. الجزئيه دي لما تدخل عليها الكهرباء بتبدا تحول لي النبضات دي لاشارات. الاشارات دي بدات تدي للمكنه زي حركات، وبدات المكنه تاخد الحركات دي وايه؟ وتشتغل بيها. طيب العيب في الجزئيه دي كان ايه؟ كانت ان هي لازم الشريط ده يعمل نوع منتج واحد، ولما احب اغير في المنتج بتاعي لازم اصمم شريط تاني واحطه بشكل المنتج الجديد علشان ابدا اشغل المكنه على منتج جديد. حلوه قوي، انا بدات ان انا اطور وبدات ان انا انتج منتج معقد، بس اسلوب البرمجه عندي عقيم لسه. ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده تقيل قوي. يعني ايه كل ما اعمل منتج اعمل شريط مثقب، كل ما اعمل منتج اعمل شريط مثقب؟ قال لك لا بقى، بدانا ان احنا ندخل في حاجه تانيه اسمها الان سي. ايه هي الان سي؟ قال لك احنا بدل الشريط المثقب هنكتب البرنامج بتاعنا على كارت، والكارت ده هيحتوي مني معلومات كتيره، وهيبقى عليه امكانيه ان انا اقدر امسح من عليه البرنامج وابدا احط برنامج ايه؟ جديد. تمام، حلو قوي. بدانا نعمل نظام الكروت دوت ونعمل عليه منتجات. اي نعم كان بردك بمسح البرنامج واحط برنامج جديد، بس كان اسهل من صناعه الشريط الايه؟ المثقب. وبعد كده فكرنا وقلنا طيب احنا عايزين بقى حاجه تبقى اسرع زي الفلاشات زي السيديهات. ففكروا في ايه؟ قال لك احنا كده لازم نشتغل على حاجه اسمها البرمجه المرنه. البرمجه ايه يا ولاد؟ المرنه. والبرمجه المرنه دي بقى حبايبي هي اللي عملت طفره في مجال السي ان سي شويه. ليه؟ لان انت بتبقى واقف على المكنه، لو عايز تغير في شكل اي منتج وانت واقف والانتاج شغال بتمسح الخطوه اللي فيها التغيير وبتحط الخطوه الجديده، وخط الانتاج بتاعك بيقلب المنتج ويشتغل على المنتج الايه؟ الجديد. بقيت وانا واقف في ثانيه بغير شكل المنتجات بتاعتي، وبطلع ببدا ان انا اطلع منتجات مختلفه في الشكل وفي الحجم وفي التعقيد وفي الجوده وفي درجه تشطيب السطح بتاعها. يبقى انا كده وصلت بقى ان انا بقى ابدا العب بالتكنولوجيا بتاعتي. انا بقى ابدا العب في الابلكيشن بتاع البرمجه بتاعي، ومن خلال اللعب في البرمجه بتاعتي والابلكيشن بتاعي ابدا انافس الورشه اللي جنبي، ابدا انافس المحافظه اللي جنبي، ابدا انافس الدوله اللي جنبي، وابدا اعمل انتاج يغزو العالم بتاعي. ايه رايك يا اولاد؟ دي قصه السي ان سي بتاعتنا. بدات بعد الحرب العالميه الايه؟ الثانيه، وغزت وهي سبب التطور الصناعي الحالي دلوقتي. المجال ده لو ثبتت نفسك فيه انت بتتخطف في السوق. السوق متعطش جدا لفن سي ان سي. لو عرفت لعبة الابليكيشن والبرمجة وازاي اقدر ابرمج وازاي اغير في البرنامج بتاعي وازاي اعمل عملية صيانة لمكن السي ان سي
وزي المكنه دي لو عطلت مني اقدر ان انا اصلح فيها حاجات بسيطه كده بحيث ان خط الانتاج بتاعي ما يقفش. لو فهمت الحاجات دي واستثمرت في نفسك فيها مش هتبقى طالب تعليم فني خالص، هيبقى شكلك في السوق حاجة تانية خالص. ليه بكلمكم؟ لان انا فعلا بكلم من واقع سوق عمل، لان انا بحب المادة دي جدا. مش هي مادة، انا بحب صناعة السي ان سي جدا. ليه؟ هي سبب تقدمنا في الصناعة، هي اللي بتخليني انافس اي دولة وانا قلبي جامد. ليه؟ المكن شغال ببرنامج، مفيش تدخل لأيدي بشرية، الإنتاج بيطلع وفق الجودة المعيارية اللي انت عايزها بالظبط. طب ايه دلوقتي بقى اللي يخلي المنتجات بتاعت مصر تبقى احسن من منتجات الصين، احسن مش عارفة من منتجات ايه؟ الاوبشن اللي بتشتري بيه المكنة بتاعتك. دلوقتي اللعب ما بيننا ما بين الدول في ايه؟ في درجة الجودة اللي انا بطلعها. كل ما جبت مكنة درجة جودتها عالية قوي، كل ما الانتاج عندي طلع بفينش عالي قوي، كل ما قدرت اصدر درجة واحد ولا درجة اتنين ولا فرز اول ولا فرز تاني ولا الكلام اللي احنا بنسمع عنه ده. طيب دورنا ايه بقى يا ميس احنا في الموضوع ده؟ دورنا ان احنا نتعلم اكواد صح، نتعلم رسم على الحاسب صح. انا كل شوية هكرر لكم الكلام ده ليه؟ عشان تعرف دورك ايه على نفسك، عشان تستثمر في نفسك كويس، عشان لما تخرج السوق ما تبقاش طالب تعليم فني وقاعد مش عارف انت تشتغل فين، مع ان في ايدك صنعة تجيب لك ذهب. تمام يا حبايبي؟ طيب يبقى انا بردك هتعرف مع بعض ايه اللي هناخده تاني في المنهج بتاعنا. بص بقى على الشاشة بتاعتنا الجميلة دي. قال لنا يا اولاد احنا عندنا حاجة اسمها الدي ان سي. الدي ان سي دي بقى ايه يا مس؟ قال لك ده نظام برمجة. بدل ما كنت ببرمج مكنة واحدة، انا هقدر ابرمج 40 مكنة في نفس الثانية. ايه ده؟ طب ازاي؟ قال لي بدل ما الكمبيوتر كان متوصل بماكينة واحدة، لا انا هجيب جهاز كمبيوتر مركزي، وجهاز الكمبيوتر بتاعي ده هبدأ اوصله بكل المكن اللي عندي في المصنع، وبناء عليه اول ما انزل برنامج البرنامج بتاعي هيتسطب على كل المكن اللي موجود عندي في المصنع. يبقى انا عملت حاجة اسمها برمجة مباشرة. عملت حاجة اسمها ايه يا ولاد؟ برمجة مباشرة. وكل شوية المجال ده بيوسع قدامنا كده ازاي؟ هو مجال كده ليه يعني حاجة خاصة، بيقول لك بقى ايه يعني سبيشال فيلد كده، حاجه كده تحس ان انت كل شويه ممكن بحاجات بسيطه قوي تطور في المجال ده جامد جدا. يعني بدل ما كنت ببرمج مكنه من على كل جهاز كمبيوتر، لا انا ممكن اجيب جهاز كمبيوتر ولوحه تحكم، جهاز الكمبيوتر متصل بكل الهاردات بتاعه المكن اللي عندي، ولوحه تحكم تكشف لي المكنة اللي شغالة من المكنة العطلانة اللي هي واقفة، وبناء عليه هبدأ أسطب البرنامج بتاعي من على جهاز الكمبيوتر. أول ما أعمل له سيت أب ينزل يسطب على كل الهاردات بتاع المكنة اللي عندي في فين؟ في عنبر التشغيل بتاع المصنع. ومن خلال لوحة التحكم أقدر أباشر المكن بتاعي. عندي 40 مكنة، من خلال مهندس واحد ممكن يبقى مباشر خط إنتاج في 40 ماكينة شغالة. تخيل بقى المهندس اللي بيباشر 40 مكنة ده انتاجيته وفلوسه او مرتبه نظير الشغلانة دي بقى دي ايه.
الراجل ده بيتعامل في السوق بالساعة، لا باليوم ولا بالشهر، بيتعامل في مرتبه بالساعة. تمام يا شباب؟ فاحنا في مجال محترم، ماشي. يبقى انا عندي نظام اسمه ايه؟ الدي ان سي، اللي من خلاله اقدر ابرمج اكثر من مكنه في نفس الايه، في نفس الوقت وبنفس الجوده وبنفس الايه الامكانيه، واقدر ابشر المكن ده، ولو في اي مشكله في اي مكنه اقدر انزل واشوف العطل اللي موجود في المكنه وابدا اظبطه، بحيث ان خط الانتاج بتاعي يفضل ايه مستمر. تمام يا حبايبي؟ مجال جميل صح؟ نبص مع بعضينا بقى على المنهج بتاعنا ايه. بعد كده احنا هندرس بقى ايه مميزات وعيوب المجال الجميل بتاعنا ده. ايه مميزات صناعة السي ان سي وايه عيوبها؟ والله مميزاتها جميلة جدا، احنا عمالين نحكي في مميزات من الصبح. المكن ده هيفضل شغال طول النهار، هيطلع لي كمية انتاج كبيرة جدا، هيخلي صاحب المصنع يكسب كتير قوي، هيخلي العامل اللي بيشتغل يجي له ربح كويس ومحترم واجر يكون راضي عنه. هنلاقي المنتجات اللي احنا بنطلعها ما فيهاش نسبة اخطاء عالية، هيلاقيني ان انا هيبقى عندي فرصة ان انا اصدر بره وان انا نافس دولي بدل ما نافس محلي. طبعا مميزات كتيرة قوي. طيب بس العيوب بقى، انا هستثمر في البداية بفلوس كتير، هو العيب ان انا الاستثمار المبدئي بتاعي هيكون ايه؟ هيكون كبير قوي 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 قوي. بس الاستثمار المبدئي الكبير قوي ده هيجيب لي شوية ارباح يغطولي على كل الايه الاستثمار اللي انا تعبت فيه ودفعته في البداية. يعني احنا هنتعرف من خلال منهجنا على المميزات والعيوب، هنتعرف ايه كمان على الفرق ما بين مكن السي ان سي والمكن التقليدي، ده كان بيشتغل ازاي وده هيشتغل ازاي، ده كان مين اللي بيتحكم فيه وده دلوقتي مين المتحكم فيه. لو احنا جينا دردشنا مع بعض كده، عندي مخرطة عادية وعندي مخرطة بتشتغل بالسي ان سي. بديهيا المتحكم هنا هو العامل، المتحكم هنا برنامج، اكيد الجودة في التقليدي هتبقى قليلة، الجودة في مكن السي ان سي هتبقى ايه؟ تبقى عالية. المكن التقليدي هيحتاج صنايعي ماهر، هيحتاج مهارة مش هيحتاج جدارة، فرق كبير جدا بين الاتنين. ان انا اكون ماهر، صنايعي ماهر، اقدر ان انا اطلع منتج، المنتج يكون مقبول، انما منتج يوافق او يتناسب مع معايير الجودة العالمية هتطلع منين؟ هيطلع من المكن المبرمج اللي هو مكن السي ان سي، اطلع منه انتاج وفق معايير الجودة العالمية. يا سلام، ده انا ماشي بمسطرة، ده انا ماشي في الانتاج وفق مسطرة. مين المسطرة بتاعتي؟ معايير الجودة العالمية، ولازم اطلع المنتج بتاعي واخد المواصفات دي، ولما ياخد المواصفات دي اقدر اغزو مع الايه؟ مع التصدير العالمي. ما بقاش بصدر بقى من لدولة او اتنين او تلاتة بس، لا، طالما طلعت بمعايير الجودة العالمية بقدر اصدر للعالم كله. تمام حبايبي؟ طيب يبقى انا كده قدرت ان انا اعرف ايه هي المميزات والعيوب ما بين مكن السي ان سي والمكن الايه التقليدي. كمان هنبدا نتعرف على حاجات جميله قوي، وهي انواع الحركات اللي موجوده في السي ان سي. ممكن مكن السي ان سي من خلاله تتحكم في العده بتاعتك من نقطه لنقطه، يعني تعمل عمليه صج. ممكن تتحكم في العده بتاعتك ان هي تمشي في خط مستقيم، يعني نقدر نعمل مجرى في الشغله بتاعتي. ممكن اعمل الكونتينيوس باس، طبعا انا ما بتكلمش بالتفصيل لان الكلام ده احنا هنتكلمه في المنهج ان شاء الله، ان انا اعمل كنترول كامل داخل المنتج بتاعي باستخدام العده بتاعتي. مكن السي ان سي بيبقى المكن ليه محاور بتمشي فيها العده، المحاور بتاعتي ديت اسمها اكس واي زد بالنسبه لمكنه الفريزه، بالنسبه لمكنه المخرطه اسمها اكس وزد فقط. طب المحاور دي ايه فايدتها؟
المحاور دي هي اللي عن طريقها ببدأ ان انا احرك اجزاء الماكينة علشان تقدر تعمل لي المنتج بتاعي. طيب احنا عايزين نعرف ايه هي المكنة ديت بتتعامل مع البرنامج ازاي. بيبقى في حاجة اسمها اولاد نقاط المرجعية، زي ما هي قدامنا كده بنسميها نقاط صفر الماكينة او نقاط المرجعية اللي انا اقدر من خلالها ابرمج المكنة بتاعتي. لازم اساسيات السي ان سي تعرف المكنة اللي انت هتشتغل عليها، بداية النقطة المرجعية بتاعتها فين، عشان لما تيجي تدي اي بعد لاي منتج انت هتنفذه على المكنة ديت، البعد ده بتبدأ جهاز القياس للمكنة يرجع للنقطة المرجعية بتاعت الماكينة ويحسب من خلالها البعد اللي انت مديه ده منين، يعني هو فين من نقطة الصفر دي. فبالتالي لو انت مش عارف نقطة الصفر المرجعية بتاعتك فين وحاسبها صح ومدخلها للمكنة صح، يبقى في الحالة دي الأبعاد اللي انت هتديها للمنتج مش هتتحسب صح، وهيطلع المنتج بتاعك شكله مش صحيح. ليه؟ لان انا عندي المكنة اللي انت بتديهولها هي بتعمله، ده برنامج زي ما انت ما هتديله هو هيبدأ يشتغل وهيعمل. طيب انا جيت اديته دلوقتي نقطة مرجعية غير صحيحة، يبقى لما اجي اعادل الابعاد اللي انا عايزة انفذ بيها المنتج هتبقى الابعاد بتاعتي كلها غير ايه؟ غير صحيح. يبقى وصيتي لولادي ان لما نيجي نتعلم الجزئية دي في المنهج نكون مصحصحين قوي. ليه؟ لان نقاط الصفر للماكينة دي لو ما تعلمناهاش صح وعرفنا نظبط صفر المكنة وصفر الشغلة وعرفنا نقيس ونعاير العدة بتاعتي، في الحالة دي مش هعرف ابرمج منتجات. الحالة دي مش هعرف ايه؟ ابرمج المنتجات بتاعتي. طب امتى اعرف ابرمج المنتجات بتاعتي؟ لو انا بديت البداية بتاعتي صح. ابدي البداية بتاعتي صح ازاي؟ ان انا اعرف احدد نقطة صفر المكنة، اقدر احدد نقطة صفر الشغلة، اقدر اعاير العدد بتاعتي واحطها في الاوفست بتاع الماكينة بتاعتي صح. تمام؟ يبقى دي بداية خطوات الايه؟ الشغل على مكن السي ان سي. طيب هنعرف ايه كمان؟ هنعرف يعني ايه صفر المكنة، وهنعرف ان نقطة صفر المكنة دي نقطة بتبقى معروفة من قبل صانع المكنة، والراجل ده حاطط لنا النقطة دي في كتالوج الماكينة. يعني لازم ولادي يتعرفوا على كتالوج المكنة، لازم يبقى عندك مهارة فتح الكتالوجات، ما يبقاش مجلة ومحطوطة في الورشة. الكتالوج بتاع المكنة لازم تذاكره كويس جدا، وتعرف يعني ايه صفر المكنة من خلاله، يعني ايه صفر الشغلة، يعني ايه النقطة المرجعية او نقطة الاسناد، يعني ايه صفر العدة. النقاط دي كلها لو عرفناها في الحالة دي اقدر اقول ان انا ابدأ ابرمج صح. طب لما اجي ابرمج بقى يا ولاد، احنا محتاجين نبرمج بكام طريقة؟ قال لي احنا عندنا نوعين من البرمجة. ده الكلام ده اللي بيقوله ايه؟ المنهج بتاعنا. احنا هنقوله وبعدين هقول لازم نزود ايه عليه عشان لما انزل السوق اعرف اشتغل. احنا عندنا نظام البرمجة اليدوي ونظام البرمجة الآلي، وقالوا لنا ان البرمجة اليدوية دي ان انا هقعد على المكنة وانا اللي هكتب البرنامج، وانا اللي هدخل السرعة للمكنة، انا اللي هدخل التغذية، انا اللي هدخل شروط القطع بتاعتي كلها يدوي على الايه؟ على المكنة. طالما دخلتها يدوي، يدوي بمعنى ايه يا اولاد؟ يدوي عن طريق جهاز الحاسب الالي، وهيكتب البرنامج جوه جهاز الحاسب الالي والبرنامج ده هيتصدر. دي كده طالما ان انا عملت البرنامج وانا اللي كتبت الاكواد على الحاسب والكلام ده، دي اسمها برمجة ايه؟ يدوية. انما لو انا جبت صورة للمنتج او رسمة للمنتج وصدرتها لجهاز الحاسب الالي، وجهاز الحاسب الآلي خد الصورة دي وبدأ هو يحول الصورة لبرنامج، أنا ماليش دخل في الموضوع يا ولاد، أنا كده ماليش إيه؟
ماليش اي دخل في الموضوع. جهاز الحاسب الآلي هو اللي خد مني الصورة، وهو اللي اتعامل مع الصورة او مع الرسمة وحولها لمجموعة نقاط تنفيذية، وهو اللي بدأ يعمل برنامج للنقاط ديت، وبدأ يصدر البرنامج لمين؟ للمكنة. ما كانش ليا دخل نهائي في عملية البرمجة بتاعتي. تسمى هذه البرمجة بالبرمجة الآلية. حلوة كده، احنا عرفنا ان انا عندي برمجة يدوية، انا اللي هعمل البرنامج وانا اللي هكتبه، وانا اللي هبدأ احط شروط القطع بتاعتي، وانا اللي هصدر البرنامج بتاعي لمين؟ للمكنة. كل الشغل مين اللي هيعمله؟ انا. طالما انا اللي هعمله يبقى دي برمجة ايه؟ يدوية. طيب انا بقى هروح جايبة صورة او هجيب رسمة، والرسمة او الصورة ديت هدخلها على برنامج يسمى الكاد في برنامج سي ان سي، والبرنامج ده هيستقبل مني الرسمة الجميلة ديت، وهيبدأ يفرزها لي على مجموعة نقط، وهيبدأ يحول مجموعة النقط الى برمجة. في الحالة دي مين اللي برمج؟ جهاز الحاسب الآلي. انا ما اشتركتش معاه في حاجة، يبقى دي اسمها برمجة ايه؟ آلية. حلو الكلام. طيب حضرتك قلت لنا ده اللي عندنا في المنهج، احنا محتاجين ايه بقى بره؟ محتاجين اننا احنا اللي نعمل برنامج الرسم للشغلة. يعني انا يا ميس لما اروح السوق انا اللي هعمل الرسمة دي وهرسمها، علشان بعد كده اودي الرسمة دي تتعامل مع جهاز الحاسب الآلي والمكنة. السوق مش محتاجك تقعد تكتب له اكواد، السوق محتاجك ايه؟ تبقى رسام ديزاينر. صح، يبقى انا لازم ابقى محترف رسم على الكمبيوتر باي برنامج، بس محترف. يعني ايه محترف؟ يعني جهز نفسك للموضوع ده كويس، تمام؟ ولما تعرف ترسم كويس قوي انت بناء عليه هتشتغل في قسم اسمه قسم الكاد ووركس. قسم اسمه ايه في المصانع؟ الكاد ووركس، تمام؟ طيب حلو قوي يا ميس. طب ومحتاج ايه كمان؟ قال لي ومحتاج بعد ما ترسم ازاي تقدر تصدر الرسمة بتاعتك لكمبيوتر المكنة، وتقدر تظبط الكمبيوتر بتاعك وبرنامج المكنة بتاعك على شروط القطع اللي انت عايز تقطع بيها. ايه ده؟ يعني انا وظيفتي ما وقفتش لحد الرسم بس؟ لا. ليه؟ لان عندنا قسم اخر في المصانع بيسمى الكام ووركس. بيسمى ايه يا اولاد؟ الكام ووركس. طب ايه هو بقى الكام ووركس ده يا ميس؟ ده اللي الديزاينر بينزل له الرسمه، وبناء عليه هو بيبدا ياخد الفلاشه من الديزاينر يحطها في جهاز الايه؟ الكمبيوتر المتصل بمين يا اولاد؟ بالماكينه. طب انا حطيت البرنامج بتاعي في الكمبيوتر المتصل بالماكينه، محتاج ان انا اظبط الكمبيوتر ده على ايه؟ على اعدادات التشغيل للمكنه. طب احط الاعدادات بتاعتي دي ازاي؟ لازم يبقى عندي امكانيه ان انا احول الكاد للكام. طب هو ايه الفرق ما بين الكاد بقى يا ميس والكام؟ نقف هنا قبل ايه ما نشرح الجزئيه بتاعت الكام. الفرق بين الكاد يا اولاد، ده برنامج رسم. الكام ده برنامج بيحول الرسم لخطوات التشغيل بتاعت المكنه. يعني الكام ده بيقلب لي الرسم الخطوط لخطوات برنامج، الكام بيقلب لي الخطوط اللي انا راسمها دي لخطوات ايه؟ انتاج، لخطوات انتاج. حلو قوي. طب انا عشان احول الرسمه لخطوات انتاج محتاج ان انا اظبط المكنه عليها، محتاج ان انا اختار سرعه، محتاج ان انا اختار تغذيه، محتاج ان انا اختار نوع عده صح،
محتاج ان انا اركب العده بتاعتي بطريقه صحيحه، محتاج ان انا اراعي عوامل السلامه والصحه المهنيه وانا شغال. طيب ايه الجمال ده؟ يبقى انا مش محتاج ان انا ابقى رسام شاطر بس، ده انا محتاج كمان ان انا اتعامل مع البرنامج بتاع الرسم وازاي اخليه يحول الرسمه اللي عنده لخطوات انتاج. بعد ما يرسم ازاي البرنامج يحول الرسمه بتاعته لخطوات انتاج، وده المهم. انا مش المهم ان انا بقى ديزاينر شاطر، ديزاينر شاطر هتفضل في قسم الكاد مش هتتحرك منه في المصانع. طب انا رحت مصنع ولقيت ان فرصه العمل بتاعتي في الكاد ووركس مش كبيره، لا يبقى انا طالع متاسس في الايه، في كذا مهنه، في الكاد ووركس وفي الكام ووركس. في الكاد ووركس محتاجني ان انا ارسم صح، وفي الكام ووركس ازاي ان انا اقدر احول الرسم ده لخطوات انتاج، بس عن طريق ايه؟ البرنامج، عن طريق برنامج الحاسب الايه الالي اللي هو الخاص ب CNC. تمام يا حبايبي؟ يبقى انا محتاج ان العب على نفسي واستثمر في نفسي كويس جدا، وافهم برامج الكات كام. لازم تبقى بتفهم برامج كات كام. انا هديك في الماده بتاعتك هو برنامج واحد، هل السوق لما هتنزل فيه هتلاقي البرنامج ده بس؟ لا، ده انا بديك بيزك تقدر تفتح اي كتالوج وتبدا تشتغل من خلاله. انا هديك لغه زي الفانوك، انت عندك في السوق سينيوميريك، عندك هيدن هايلاند، عندك فورج، عندك باور ميل، عندك باور، عندك كمان الشوب ميل والشوب تيرن. طب ايه ده الابلكيشنات الكتيره قوي دي؟ طب ما انتوا هتدونا في الماده العلميه هو برنامج. طب وحضرتك عماله تحكي لنا ان السوق بقى محتاجه ومحتاجه ومحتاج، ما تلعب على نفسك واشتغل على نفسك. مش خدت البيزك في الماده؟ ابدا افتح كتالوجات وابدا شوف الاكواد اللي انت تدرسها ديت ازاي اطور نفسي فيها، وازاي الاكواد دي في لغه الفنوك شكلها عامل ازاي. ولو لقيت مكان شغال بالسينيوميريك الاكواد دي هتبقى ارقامها ايه في السينيوميريك، ولو اشتغلت بالهيدن هايند الاكواد دي هتبقى ارقامها ايه في الهيدن هايند، لو اشتغلت بالفورج الاكواد دي هتبقى في الفورج ايه ارقامها. ليه بنتكلم الكلام ده؟ ما تدرسي ماده جامده، ادرس ماده خد منها البيزك، خد منها اسم السي ان سي. انما انا محتاج ايه؟ انا محتاج شغل كبير قوي على نفسي. تمام يا حبايبي؟ ليه الكلام ده؟ عشان اعرف انزل يبقى في ايدي صنعه، اقدر اشتغل في مكان محترم، وابقى فعلا دخلت التعليم الفني اللي بيوصلني لاعلى اماكن، اعلى بوزيشن بطريقه سهله. ايه الطريقه السهله؟ قصرت مع نفسك في سنوات تعلم بس خدت مهنه مهاريه عاليه. امتى اخد المهارات المهاريه العاليه ديت وابدا ان انا فعلا استثمرها؟ لما اقدر اشوف المهاره دي وصلت بيها، وصلت في المنهج بتاعي فيها لحد فين، واستثمر في نفسي واكملها. المنهج مش صنعه، والمنهج مش صناعه، المنهج محتوى علمي بيعرفك على الصناعه، بيعرفك على الصناعه. انما الصناعه محتاجه مني ايه؟ محتاجه مني ان انا استثمر في نفسي صح. تمام يا حبايبي؟ طيب تعرف بردك على المنهج بتاعنا هيقدم لنا ايه؟ هيقدم لنا لغات البرمجه، هقدر اشتغل على لغه الكاد، هقدر اشتغل على لغه الجي ام كود، هقدر اشتغل على لغه ثالثه اسمها الكونفرزيشن بروجرام، وده هيبقى عندك في برنامج العملي او الجزء العملي بتاعك في الورشه. طبعا اللي معروض قدامنا ده بعض الاكواد اللي احنا بتساعدنا في عمليه البرمجه،
عندنا بعض الاكواس زي جي 90 زي جي 91 زي اللي هي جي 02 زي جي 03، كل الاكواد دي جي 17 و18 19، كل الاكواد الجميله اللي احنا اتكلمنا عنها دي اكواد عن طريقها بقدر ان انا اتحكم في المكنه بتاعتي. في كود بيخلي لي العده بتاعتي تتحرك يمين او شمال، في كود عن طريقه بقدر اظبط سرعه دوران الظرف بتاعي، في كود عن طريقه اقدر افتح سائل التبريد وانا شغال، في كود يقدر يقفل لي سائل التبريد، في كود بيحرك لي عمود الدوران بتاع المكنه ويحرك لي اجزاء المكنه. يبقى مجموعه الاكواد دي هي دي الشفرات اللي بتنزل على اجزاء المكنه من خلال المواتير بتاعتي وتبدا تشغل لي المواتير، فالمواتير دي تبدا تسيطر على مين؟ على اجزاء المكنه، وتبدا تحركها وفقا لمين؟ لخطوات تنفيذ المنتج اللي انا مدياها للبرنامج بتاعي. يبقى انا لما اخد الاكواد ديت وافهمها صح مش هقدر ان انا ابرمج صح، ولما برمج صح يبقى انا اطلع كميه انتاج ما فيهاش نسبه خطا عاليه. يبقى في الحاله ديت راجل الصناعه بره هيحتاجني ولا مش هيحتاجني؟ هيحتاجني. يبقى انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب لما اخد الاكواد في المحتوى العلمي بتاعي اخلي بالي منها كويس، واعرف الكود ده هينفذ ايه وهيفيدني في التنفيذ للمنتج بإيه. ويا سلام بقى لو كانت دي دراستي وعرفت ان جي مثلا الام مثلا 8 هتفتح سائل التبريد والام 9 هتقفل سائل التبريد، وعرفت ان دي دراستي في برنامج البوكس فورد او برمجة الفانوك. لو انا بقى راجل ذكي اروح على كده ايه البحث وابحث عن الاكواد اللي موجوده في برمجه السنيوميريك. مش انا كده عرفت برمجه الفانوك واخدت منها بعض الاكواد اللي هتشغلني وهتخليني راجل يقدر يفهم كتالوجات ماكينات انظمه الفانوك، اروح بقى انا بشطارتي وابحث على السنيوميريك، ومن خلال السنيوميريك اقدر ابدا اقول ان الجزء بتاعي دوت كان هنا جي 17 لا هناك جي 18. يبقى انا في الحاله ديت ايه اقدر يعني اعرف اكتر من برنامج واشتغل فيه اكتر من ايه من برنامج معايا. طيب حلو قوي يا ولاد الكلام، احنا كنا عايزين مع بعضينا كده لو نقدر نشوف كده فيديو بيبين لنا مكن السي ان سي وايه الجمال بتاعه دوت، و يعني هو المكن ده شكله ايه. معانا الفيديو بتاعنا اللي على الشاشه دوت هيعرض لنا مكن السي ان سي احد هذه الماكينات، و هيقول لنا المكن ده شكله ايه في السوق وبينتج ايه ومين اللي بيشتغل عليه ومحتاج راجل مبرمج ماهر. الراجل ده احد الماكينات يا ولاد، ودي مكنه فريزه، مكنه الفريزه دي بتصنع عجل المترو، عجل المترو الكبير قوي ده. بص يا ولاد احنا بناخد الطاره بتبدا تمشي اوتوماتيك، بتبدا تدخل على الصناعه او عمليات التنفيذ بتاعتي اوتوماتيك، كل حاجه ماشيه ببرنامج تمام، مفيش اي يد بشريه بتبرمج او بتحرك اي اجزاء. بص المكنه كلها ماشيه اوتوماتيك تمام. الجزء ده بيتقطع حسب العرض اللي احنا عايزينه وبيبدا يتعمل منها المساعد او العجله اللي هي بتاعه مترو الانفاق تمام يا حبايبي. دي مرحله التصنيع، بيبدا يدخل الخامه بتبدا تتقطع وبعد كده بتتشطب حسب الشكل والابعاد اللي احنا عايزينها. احنا نجرب بس الفيديو كده معانا شويه
بحيث ان انت تعرف ناتج هو ده الهدف منه، ان انا بعرفك المكنه دي بتشتغل كلها اوتوميشن عن طريق سنسور و وحدات تحكم بي ال سي. يعني انا لما اكون فاهم سي ان سي بردك لازم اعرف بعض الكهرباء في برامج البي ال سي. تمام، بص المكن شغال كله عن طريق سنسورز، حساسات هي اللي بتعرف امتى تشتغل وامتى تفصل، بحيث ان هي تبقى شغاله بالتحكم العددي. كده حبايبي النهارده انا عرفتكم على المكن الجميل والتحكم العددي بتاعنا، ووصلنا مع بعض لنهايه حلقتنا الجميله. اشكركم واترككم في رعايه الله وامنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا حبايبي.